شارك وباش توفقت انا علاش لا وهذا الشيء كيبقى غير مشاركه وجيت باش نمثل جمعيه المراه الودنونيه الصحراويه وباش يعرفوا بلي راه النساء حتى هما قادرين بلا شحال من حاجه ماشي غير الرجال. هذا الشيء بحد ذاته غادي يبين لك العلاقه ديالنا حيت حنا هذا الشيء كالصحراء، يعني بدل المراه هي محبه الرياضه وخا صحراويه كاينين اللي كيقول لا فهمتي، يعني بدل جينا حنا لهنا الا وعندنا علاقه كبيره بالرياضه. السن ديالي 48 سنه، ام وجده، وانا فرحانه بهذه الفرصه اللي عطاونا اللي برهنا فيها على ان المراه تعطي في اي سن ماشي مهم لاج، وهم هو الروح الرياضيه. حنا جينا من مدينه كلميم كنمثلوا بالصحراويه، جينا نشاركوا فيها وكنتمناو ان شاء الله ناخذوا اللقبيه الصحراويه، وجينا وخدينا بزاف ديال الافكار. كي كتشوفي معنا كاينين البنات هنايا تعرفنا عليهم، كاينين ناس ديال العيون ديال كلميم ديال الداخله، والحمد لله تعرفنا عليهم كامل وراه في الشتينا كنستاجيو دابا وكنديروا تمارين باش نكونوا ابري ان شاء الله في المسابقه. المشاركة جاتنا زوينة واستفدنا بزاف ديال الحوايج، المشاركة غضيف لنا بزاف ديال الحوايج بحال مثلا الثقة في النفس وتختبري النفسية ديالك في شي حوايج اللي ما عمرك ما شفتيهمش، وتعرفنا على بزاف ديال الحوايج اللي حنا ما عمرنا ما شفناهم. شفنا لانونس وما تردناش اننا نشاركوا فيها وبغينا نمثلوا الجمعية ان شاء الله احسن تمثيل. التحدي عبارة على ثلاثة الرياضات، كاين الفي تي تي لا بيسيكليت، وكاين كورس فيها 1500 متر في الرملة، وكاين بوت كامب باركور دو كومباتون. بوت كامب واحد طريق محارب غينقزوا على البنوات كلشي. هادشي علاش كامل كنديروه؟ كنديروه باش نرسخوا واحد قيم التحدي عند النساء المغربيات عامة، يعني تقدر دير الرياضه، تقدر تعتني براسك، تقدر تكون عندك عادات جيده. وعلاش هادشي؟ لحقاش باش اللي كانت السيده بصحه جيده غتعتني براسها في الاول، وهي اللي غتربي النصف الثاني ديال المجتمع وليداتها، وهي اللي غتوكل ذاك النصف الاخر اللي هو الراجل. يعني المراه اللي خدت هذه القيم وتعلمات اشنو هي الرياضه وتعلمت شنو هو الاكل الصحي واعتنات براسها غتعتني بالنصف الاخر، وهي اللي غتوجد لنا المجتمع، لان المراه ماشي هي نصف المجتمع ولكن نصف المجتمع، ولكن ذلك كتربي النصف الاخر، عندها واحد الدور كبير في المجتمع ديالنا. داك الشيء علاش درنا هذه المسابقه، وباش نطلعوا من القيم ديال الرياضه ديال الاعتناء بالنفس بالتحدي، قيم ديال المجهود، يعني جو بيس با لي بغا نيفر جيف اب، ما كننزلش يدي في ساع ملي كنتحدى راسي. شحال من مره كانت كتقول لك انا ما نقدرش ندير معكم هادشي، انا عاجيت. ودابا كتشوف هنا الضحكه ضحكه بزاف ومزيانه. هذه اول مشاركه ليا انا والبينوم ديالي في برنامج الصحراويه، والحمد لله تاهلنا في الدومي فينال، وان شاء الله علاش لا ندو الفينال ونمثلوا الداخله جات والذهب احسن تمثيل. حنا فرحانين بزاف حيت فدنا من المسابقه ديال 5 ايديسيون ديال الصحراويه. وهذا الشيء كامل باش نمثلوا الجمعيه ديالنا، ونتواصلوا الجمعيه كتحت على اننا نتواصلوا مع الناس ونقدموا الخيرات ديالنا نعاونوهم في المشاكل اللي عندهم.